الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. إنه لمن دواعي سروري أن أقدم هذا الفيديو القصير وهذا التعريف. ومن الصعب على الإنسان أن يتحدث عن نفسه. يشرفني كثيرا أن أكون أحد أعضاء فريق الأكاديمية العربية الدولية، وهي مؤسسة أكاديمية تعمل في كثير من الدول العربية وتتميز أعمالها بالمهنية العالية والموضوعية، وتملك فريق متماسك وقوي ويعمل على مدار الساعة في تقديم خدمات وبجودة عالية. وأنا باختصار أحمد حسين المشراوي، فلسطيني من غزة. سأتحدث في ثلاث أمور أساسية. أولاً التحصيل الأكاديمي، أنا حاصل على بكالوريوس محاسبة من الجامعة الإسلامية بغزة، وماجستير إدارة الأعمال، وماجستير المحاسبة والتمويل من الجامعة الإسلامية بغزة، وحاصل على ثلاث شهادات في الدكتوراه من جمهورية السودان، الأولى في البناء المؤسسي، والثانية في المحاسبة والتمويل، والثالثة في التخطيط الاستراتيجي. على المجال المهني حاصل على عدة شهادات مهنية دولية، منها محاسب قانوني عربي دولي Arab Chartered Public Accountant ACBA، وحاصل على محكم مالي معتمد في المنازعات المالية درجة أولى من وزارة العدل الفلسطينية، وحاصل على شهادة مزاولة مهنة تدقيق المحاسبة من جمعية المحاسبين بقطاع غزة. أما على صعيد العمل المهني فالحمد لله رب العالمين، عملت على مدار أكثر من 30 عام في عدة مناصب قيادية عليا، منها مهنية ومنها أكاديمية. من المناصب المهنية عملت مدير فرع أول بنك إسلامي في قطاع غزة، وعملت أيضا مدير شركة بيت المال الفلسطيني العربي وهي شركة مساهمة عامة، وعملت كاستشاري أيضا في تأسيس أول جامعة خاصة في فلسطين، جامعة فلسطين، وعملت في أعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة هذه الجامعة. ومن الأعمال الكبيرة والمهمة التي عملتها في عدة دول عربية منها في السودان دراسة جدوى إقامة جامعة النبلاء بتمويل قطري، وتم إنشاء الجامعة بفضل الله. عملت مع البنك الفرنسي كاستشاري، بنك الفرنسي السوداني، وعملت مع بنك البركة أيضا كاستشاري، وهو بنك دولي يملك أكثر من 27 فرع في العالم. وبفضل الله أيضا عملت كاستشاري في إعداد الخطة الاستراتيجية لمنظمة البصر العالمية أقليم السودان على مدار 10 سنوات، حيث قمت بإعداد الخطة الاستراتيجية من عام 2016 ل 2020، ثم من عام 2021 ل 2025. وهذه المنظمة تملك 9 مستشفيات في السودان، ويعمل فيها أكثر من حوالي 1000 موظف. والآن أعمل استشاري لمجموعة شركات في السودان وفي تركيا وفي الإمارات العربية المتحدة. وهذا مختصر شديد جدا جدا عن سيرتي ومسيرتي المهنية والأكاديمية. شكرا لكم جميعا، وشكرا للأكاديمية العربية الدولية التي أتاحت لي الفرصة للعمل معهم كمشرف على الدراسات العليا ابتداء إن شاء الله من العام القادم 2021. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.